تعالي راحة. طيب أنا مبسوط قوي 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 قوي، أنا مش مصدق نفسي. أنا كمان مش مصدق نفسي يا مجنون. طب أنا مش مصدق نفسي عشان أنا اتجوزت، أنت مش مصدق نفسك ليه؟ أنا مش مصدق أن ربنا اداني السعادة دي كلها. أنا جعان قوي. طب دقيق وأعمل لك الأكل. لا 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 لا، أنا خالتي عملت الأكل جوه، أنا جعان حاجة تانية. رد شوف مين بيكلمك. ده مين الباخ اللي بيتصل دلوقتي؟ طبعا مش كده. رد. طيب يمكن مش هرد طبعا، يمكن يكون حد من اصحابك عايز يبارك لك. ارغي معاه شويه عبال ما اغير هدومي وارجع لك. اوعي تتاخري. ها الو حبيبي، انت عارف ان انا بحسدك؟ اصل انا عارف ليلى قد ايه هتبسطك. اسالني انا، ما انا قايل لك قبل كده يا يوسف، اللي يعرف ليلى لا يمكن ينساها ابدا. نسيت اقول لك، هي ما بتحبش ريحه البصل. قضيها البان. ها مين اللي كان بيكلمك؟ واحد صاحبي. طب اقفل الموبايل بقى، خلينا نرتاح شويه. انت بتحبيني يا ليلى؟ لو قلت لك انك الانسان الوحيد في الدنيا دي اللي مشاعري ليه حقيقيه دون عن كل الناس اللي في حياتي، هتصدقني؟ انت عارفه ايه مشكلتي معاكي؟ ايه بقى؟ ان انا بصدقك قوي. عمري ما تخيلتي ان انت ممكن تقولي نص كلمه فيها كده. امال قلب علينا وشك كده ليه؟ هي في حاجه في المكالمه اللي جات لك ضايقتك؟ لا ما تحطيش في بالك. يبقى لسه في قرود في دماغك. قرود؟ انسى بقى، عايزك تشيل كل حاجه من دماغك، لان انت اغلى حاجه في دنيتي، وانا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان احافظ عليك وعلى بيتنا حتى لو كان ده تمنه حياتي. وانت حياتي غاليه عندي يا ليلى. طب يلا ناكل بقى. انا خلاص شبعت. في حد يبقى قدامه واحده زي القمر كده ويبقى جعان؟ انا كفايه ان انا ابص لك افضل شبعان طول عمري. عارف يا يوسف ايه اللي بيخلي الجواز بين اي اتنين ينجح ومهما حصلت بينهم مشاكل يفضلوا مع بعض طول العمر؟ ايه يا ليلى؟ ان كل واحد فيهم يحاول يبقى الشخص المناسب بالنسبه للتاني، وانا بقى ان شاء الله هعمل كل اللي عليا عشان ابقى الشخصيه المناسبه بالنسبه لك. وانا بحبك قوي. وانا كمان، بس مش قوي. ليلى ناديه بتتصل. ارد؟ رد وقول لها هكلمها كمان شويه. اوكي يا حبيبتي. الو. ايوه ناديه، ازيك؟ انا تمام الحمد لله. لا ليلى في الحمام، اول ما تخرج هتكلمك. اوكي باي، مع السلامه. ناديه كانت عايزه ايه؟ ما قالتش حاجه، قلت لها ليلى لما تخرج هتكلمك. تصدق البنت دي دماغ قوي. بقول لك ايه يا يوسف، ينفع اقابلها النهارده؟ طبعا انا ما عنديش اي مانع. بجد؟ يعني انت موافق ان نخرج معاها النهارده؟ اخرجي. اوكي اروح بقى اكلمها. لا لا لا، ما تكلميها هنا. اوكي كلمها هنا. الو. ايوه حبيبتي، وحشتيني قوي. ايه ده بجد؟ رباب كمان هنا؟ فين؟ في شقة دينا يا ولاد اللذينة. هقابلكوا النهارده، ده احنا هننموا شوية نم. ماشي يا حبيبتي. اوكي يلا جايالك. باي يا روحي. ميرسي يا حبيبي. يا لهوي المتكاس.
اهلا اهلا يوسف صاحبي وحبيبي. ايه يا عم الغيبه الطويله دي؟ اه ما عليك حق صراحه، ده انت عريس. ها آه خلفت ولا لسه؟ تصدق ان انا زعلان منك؟ يعني انت مش هين عليك ترفع سماعه التليفون وتتصل بحبيبك وتسال عليه؟ حبيبك اللي انت اكلت معاه عيش وملح وعشت معاه سنين طويله واتجوزت مراته. عايز مني ايه بالظبط يا طلعت؟ عايز ايه بالظبط؟ يا عم انا مش عايز حاجه، انا عايزك سعيد ومبسوط. اه لو عجبك الموبايل ده اعتبره هديه جوازه. الرسالة دي ليلى اللي بعتها صح؟ اوعى تقول الكلام ده، لا دي ليلى دي اشرف مش شرف، دي ست الستات. طب ده انا مرة بعت لها واحد صاحبي عشان يصالح بينا راحت اتجوزته. ما تكلمي زي ما بكلمك يا طلعت. اكلمك ازاي؟ نزل ايدك يا قيلها انت بقى وفكر. ما ترد عليا يا اخي انا بكلمك. اتكلمني. اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ اقول لك ايه يا يوسف؟ اقول لك الحقيقة؟ هقول لك الحقيقة. انت عبيط وساذج واهبل عشان احنا استخفيناك واكلناك الحلاوه عشان تسيب المكتب وتطلع من مول البلحمص وبعد كده تتطلع منك وتتجوز حبيبها الاولاني يا اخي. ما تقولش كده يا اخي. ما تقولش كده. ما تقولش كده يا اخي. انت كلمت فعلا كفايه. انتي سبب، انتي سبب في كل اللي حصل لي. انتي فقر، انا خسرت الشركة اللي قعدت طول عمري اكونها بسببك، وخسرت صاحب عمري برضه بسببك، وقتلته بسببك. ايوه بسببك. انتي السبب، انتي السبب. ايوه بسبب. انتي السبب. مش عارفه في ايه يا فجره. انت السبب في كل اللي حصل لي. انت السبب. قتلت صاحب عمري بسببك. ايوه قتلته بسببك. قتلت صاحب عمري بسببك. لا لا لا، ده مش صاحب عمري، ده كلب وخاين زيي. يا سفله يا خاينه يا خاينه. اتفقتي مع طلعت ان انا اتجوزك عشان ابقى انا الخروف وتعيشوا مع بعض سوا سوا، وانا حمار حمار. يا خاينة يا خاينة يا خاينة يا خاينة. من يوسف جلال الدين. أنا يوسف.